لا زالت هذه المشاهد ترسم صورا مؤسفة في أغلب شوارع وأزقة عدة نقاط بولاية البليدة، رغم سحب عملية جمع النفايات من البلديات وتكليف مؤسسة عمومية أخرى بتسيير هذه العملية يطلق عليها اسم متيجة نظافة. هذه المؤسسة تقوم بجمع النفايات عبر إقليم الولاية باستعمال عتاد البلديات وأيضا ماكيناتها الخاصة. نضمن صحة العامل تاعنا ونوفروا له الوسائل كليا باش يخدم في أحسن جو ممكن. ولتقصي حقيقة تطابق هذا التصريح مع واقع الحال، تنقلنا إلى بعض النقاط لمعاينة مدى توفر شروط العمل وظروف العمال المهنية، إذ صادفنا هذه الشاحنة المهترئة مركونة يحاول سائقها إصلاحها بشق الأنفس. كما لاحظنا عشرات النقاط السوداء للنفايات بضواحي عاصمة الولاية. ما كان والو خويا، يكذب عليك هذا اللي قال لك وفرنا لهم. هلا وفرنا جديد. ما كان والو خويا، شو هنا دخل هنا يا شومبرا تاع لا جون، لا صدقش معقم ولا ما كان والو. اللي يقوم ما كاش. حسبي الله ونعم الوكيل، هذه اللي نهضروها. باسكو عليه هذه الجيليه اللي ماكمش تقيموها عليه مانيش عارفين، تهضرونا غير على الخدمه، كي نهضروا على صوالحنا يقول لك اصبر ما كاش. هذه قيسك لذا. مطلوب هذه يا خويا، راه مشاك فاي جو يرفدو وما يرفدوش كل شيء، وكي يرفدو تبقى فيها شويه، وهذه الحاله تجيب لنا ناموس للحي. وبلاصتها ما كاش، كنا خرجوا على 7 يدخلوا على 9، نظافه باينه ما كاش الوسخ، اللي عنده شكاره يخرجها من 7 العشيه ل 9 تاع الليل. السلام عليكم. من الناحيه الماليه صب والي الولايه غضبه على طريقه صرف وتسيير مداخيل المؤسسه، محملا مسؤوليها تبعات التوظيف العشوائي وسياسه الاتكال على دعم الدوله المستمر. لما مشيت هذه المؤسسه نشؤها ودللوها كل ابن المدلل، شغلهم الشرق النظافه الجنوى يدير عندهم دو سيبونسيو للوالي ويقول الوالي ما عنديش باش نخلص. الايام الاخيره يعني نقول لك مده واحد ولا 3 أشهر 4 أشهر الاخيره لاحظنا شويه تماطل في العمل تاعها. لا الزبون ولا العامل ولا حتى المواطن راض عن نظافة الشوارع، رغم الأغلفة المالية الكبيرة التي توفرها السلطات المحلية لعملية جمع النفايات على مستوى إقليم ولاية البليدة.